السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ويا مس النور والسرور، وحياكم الله بعد مرة ثانية في برنامجكم 7 على 7 على قناة الفجيرة. ورحب ومسي على مروة مس النور والسرور. يسعد مساك عبد العزيز، ويسعد مساكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا اليوم عبر قناة الفجيرة في برنامج 7 على 7. عندنا مواضيع وايدة بنطرحها في حلقتنا اليوم إن شاء الله تعجبكم، وأكيد الضيوف بيزورونا في استوديو 7 على 7 كالعادة. مروة، أنا اليوم قاعد أسولف وياك حتى قبل أن نطلع على الهواء، اليوم أول يوم مروة تنشي الصبح تسوي رياضة تتريق. كان يوم رائع، بديتها بالرياضة والأشياء الجميلة والإيجابية. مروة كانت تقول لي قبل إذا طلع الشمس خلاص لازم تنام، ما تقدر تقعد، هي حياتها كلها بالليل، من يطلع الشمس تنام، ما يصير شيء يا مروة من الخفافيش. ولكن اليوم قررت أن أنا أصبح، لا أنت قمر، لأن القمر الصبح يختفي. والله أشكرك فعشان كذا شكرا. قررت أن أصبح إنسانة صحية بالأكل وبالرياضة وبكل شيء إن شاء الله، يعني تكون المخططات أوكي، وحددت الأهداف من ضيوفنا البارحة، حددت أهدافي والحين إن شاء الله بكملها وبوصل يعني لهذه الأهداف. استفدت أكيد من الأهداف أكيد اللي وإن شاء الله أيضا مشاهدين يستفيدون من هذا الشيء إن شاء الله تعالى. شو صار يوم الاثنين الماضي؟ يوم الاثنين أنا نسيت شو صار، ولكن ذكرنا أنت عبد العزيز. اللي هو كان المؤتمر السنوي الخامس لجمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل، واللي كان برعاية كريمة من سيدي سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الله يحفظه ويرحمه. نعم، وكان تحت شعار تسامح في رؤى زايد، فهذا كان شيء وايد جميل أيضا الشعار يطبق هذا الشيء. نعم، استشراف المستقبل نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة، واليوم نتكلم عن استشراف المستقبل، فشيء مش غريب يا مروة مشاهدينا الكرام. أنت على أرض متقدمة في كل شيء. نعم، في شتى المجالات، وهذا إن رجع لسبب معين، أن نحن دوما ندرس أو نعرف شو اللي نحتاجه في المستقبل. نعم، وهذا بفضل قادتنا الله يحفظهم ويرعاهم يا مروة. كان في حضور لعديد من الشخصيات المهمة في المجتمع، بحضور معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، ومعالي اللواء فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، واللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، واللواء عبد العزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي، واللواء الدكتور عبد الله القدوس العبيدلي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من المديرين العامين ومديري الإدارات بوزارة الداخلية. طبعا يا مروة مشاهدين الكرام، في بداية المؤتمر بدأ أو عرضوا فيلم وثائقي، الفيلم هذا عرض مقولات الشيخ زايد الله يرحمه، الوالد القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. فكانت أجمل بداية ينعرض فيها هذا الفيلم الوثائقي، وهي رسالة أن التسامح، نحن في أرض التسامح، ولما نقول نحن في أرض التسامح وفي عام التسامح، فهو يعني من التاريخ اللي نحن موجودين فيه، من قديم الزمان هذه الأرض كانت أرض التسامح وأرض السلام وأرض المحبة يا مروة. وكذلك لله. اللي صارنا سيدي سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان كرم المجلس الوطني على استضافتهم الكريمة لأعمال المؤتمر، كما كرم سموه المتحدثين بالمؤتمر وعدد من الشركاء الداعمين، وتسلم سموه من الطالبة أصول عمر السويدي كتابا من تأليفها على هامش التكريم يحمل عنوان قلم رصاص يكتشف وحبر يخط. أيضا استعرضت فعاليات المؤتمر 4 محاور رئيسة، شارك في طرحها كل من معالي ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، واللي تناولت ورقتها القوة الناعمة في فكر زايد، حيث استعرض بعضا من مناقب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثرى وصفات القيادية، بينما تحدث عن الانفتاح الحضاري والتسامح سلطان الرميثي، وأيضا العضو المقرر للجنة العليا لعام التسامح. وقدم الدكتور سعيد المطوع عضو المجلس الوطني الاتحادي ورقة بعنوان التسامح في التشريع الإماراتي، واستعرضت عفراء محمد الصابري المدير العام لمكتب وزير التسامح ورقة بعنوان الإمارات عاصمة التسامح. الإمارات عاصمة التسامح أكيد طبعا، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. الله يديم علينا الأمن والأمان والتسامح والمحبة على هذه الأرض الطيبة، والله يديم علينا قادتنا يا مروة وجميع من يعيش على هذه الأرض الطيبة المباركة، الحمد لله، ورحم الله مؤسس هذه الأرض. آمين يا رب. زين، شو رأيك في التراث أنت، وتحبين التراث؟ أكيد كلنا نحب التراث ونتعرف على التراث والثقافات المختلفة أيضا. زين،
بما انك انت تحبين التراث وشو عدنا اليوم، انت قلتي نحن اول شيء راح نشوف ايام الشارقه التراثيه، ايضا اطلاق القياده العامه للدفاع المدني بوزاره الداخليه، وعدنا بلديه ابو ظبي تدعو العاملين في قطاع البناء والانشاء في اماره ابو ظبي الى التسجيل في نظام قيد المهندسين الجديد، مبادره الاستبانه الالكترونيه بيانات شبابيه، وعدنا بطولة شرق الرمضانية لكرة القدم في غرف بكان بنسختها 13، سعادة وإيجابية بلدية أبو ظبي، وجمعية دبل الثقافة والفنون والمسرح تنظم مهرجان دبل التراثي الأول تحت شعار تراثنا تسامح. الحين شو رأيك؟ احنا بدها بالتراث؟ يلا مشاهدين الكرام، طبعا أيام الشارقة التراثية تحت شعار حرفة وحرف. للمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف الأستاذ صقر محمد، رئيس اللجان العليا في افتتاحات الشارقة والمناطق الوسطى والشرقية والحمرية لأيام الشارقة التراثية. أهلا وسهلا فيك، مساك الله بالنور والسرور. هلا والله أخوي، ومساكم الله بالنور والسرور، مشكورين على الاستضافة، ودنا نعرف الناس بالتراث وأيام الشارقة التراثية. صحيح. في هذا الشهر شهر أبريل اهتمام كبير من الشارجة ومن سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على التراث وحث عليهم، وحتى هذا شيء جميل نحن قاعد نلامسه أن الشارجة اليوم قاعد في أيام الشارقة التراثية الأجيال كلها، كل الأولاد الصغار والناس الكبار يتقربون من أيام الشارقة التراثية وحتى ينتظرونها. هنا الحمد لله، طبعا المهرجان أيام الشارقة التراثية بدأت توجيهات ومتابعة حديثة من صاحب السمو حاكم الشارقة من 17 سنة، هاي الدورة 17، والله يطول بعمره حضر كل المهرجانات الدورات كلها 17، وهذا دليل على المتابعة، و يعني أعطانا حافز كبير بإثراء هذا المهرجان. اليوم نشوف هذا المهرجان إن شاء الله يعني يرتقي بالأصالة، يهتم بالأطفال، يهتم بالكبير بالصغير، هذا مهرجان شعبي كبير يضم كافة شرائح المجتمع، والحمد لله يعني سنة عن سنة يالس يتطور ويكون عند حسن الظن الحمد لله. أستاذ صقر، شو سبب اختيار الشعار بحرفة وحرف؟ خبرنا أكثر عن هذا الموضوع. نعم، الشعار السنة كان حرفة وحرف، الحرفة اللي هي الحرفة التراثية والمهنة، لكن نعم. الحرف اللي هي نحن بمناسبة اختيار الشارقة عاصمة ثقافية للكتاب من منظمة اليونسكو، حبينا أن نكون في تمازج بين الحرف وبين الحرفة، فتم يعني تقييد بهذا الشعار، والحمد لله الكل يعني يشتغل على هذا الشعار. في المهرجانات نشوف تقييد الجهات سواء بالشارجة والمناطق اللي تابعت له بهذه الثيمة أو الشعار لهذا السنة. نعم، في كل سنة في رسالة أنتم تحبون توجهونها من خلال الفعاليات، الرسالة اللي حابين توجهونها في هذه السنة من الفعاليات المقامة؟ الحمد لله احنا كل سنة يعني نحاول أن نثري الناس أو نراويهم يعني شكل جديد من الطابع التراثي. السنة يعني يمكن ركزنا، يمكن كنا عندنا 60 خاصة في مدينة الشارقة، في أيام الشارقة استضفنا 60 دولة من خارج دولة الإمارات، وبالإضافة للدول العربية والجاليات اللي موجودة وتراث الإمارات بشكل عام. نعم. يعني نحاول يعني هذا الشهر مثل ما تقول نعيد التراث للأبناء والناس، لأن تدري الناس كلها لاهية حينه. صحيح. وحتى الأطفال عندنا كلهم يعني قاموا شوي في مصطلحات ما يعرفونها، فنحن صح. في هذا الشهر نعيدهم. اليوم نسوي ورش أطفال برسومات تراثية، اليوم صح. نسوي الغاز للأطفال، مسابقات. المجتمع كان يحتاج مثل هذا المهرجان بهذا الكبر يا مروة مشاهدين الكرام، يعني كان يحتاج مهرجان بهذا الحجم. نعم. على أساس أنه يرجع الأجيال الموجودة الحالية إلى التراث ويعلمهم بعض المفردات المنسية وبعض بعض العادات والتقاليد اللي للأسف يعني نسيت مع الأيام. صحيح، يعني الحمد لله اليوم نحن غطينا 12 افتتاح في إمارة الشارقة، غطينا مدينة الشارقة اللي هي ابتداء من تاريخ 2 إلى 20 أبريل، أيضا كان افتتاح عندنا في منطقة الحمرية، افتتاح عندنا في اليوم في وادي الحلو، نحن اليوم في هذه المدينة الجميلة يعني على الجبال بالطريق إلى كلبة والطريق إلى سلطنة عمان اللي حاب يتوافد إليها، أيضا غطينا الزيد، مليحة، المدام، الوطايح. ايضا عندنا غدا باكر ان شاء الله بنكون في خرفة كان، ويوم الجمعه بنختتم في دبل الحصن، يعني 12 منطقه كلها ملمه بالتراث وكلها مهرجانات تراثيه، يعني نغري الناس بالتراث ونعرفهم بالتراث دوله الامارات وخاصه السياح. اليوم نشوف حتى ما شاء الله ناس توافد من كل مكان. نعم. استاذ صقر، خبرنا عن الفعاليات والانشطه لايام الشارقه التراثيه. اي نعم، احنا الانشطه عندنا الله يسلمك، عندنا ورش للاطفال وعندنا ورش للكبار
عندنا ايضا ركن المسابقات، عندنا ركن المسرح، المسرح يعرض يوميا ما يقارب 10 فرق دوليه ومحليه. نعم. ايضا عندنا الله يسلمك قسم للجاليات الموجوده في دوله الامارات، هذا نتكلم عن مدينه الشارجه، وعندنا ركن الحرف الخليجيه. نعم. صناعه البشوش، صناعه السيوف. ايضا لدينا كل سنه نختار دوله كضيف شرف، السنه ضيف الشرف كانت جمهوريه طاجكستان بحضور ممثلين ووزاره الثقافه هناك، وحضور ركن خصصنا لهم جناح كبير يضم كل تراث الطاجيكي، وايضا تم استضافه الصين، جمهوريه الصين الشعبيه كضيف مميز، وايضا جمهوريه اوكرانيا كضيف للاسابيع الثقافيه التراثية. جميل ان العديد من البلدان مشاركه في هذا في ايام الشارقه التراثيه. نعم الحمد لله، هذه يعني صارت الان تظاهريه عالميه، ما قبل كانت. نعم. يعني اول بدايتنا على المستوى المحلي وبعدها الخليج، اليوم نتكلم عن مستوى العالم. اليوم نشوف فرق موجوده في ساحه المهرجان او ساحه الايام من بنما، من البرازيل، من بعض. صح. الدول الكوكازيه. نعم. فالحمد لله. يعني اشكرك استاذ صقر محمد، رئيس لجنه افتتاحات الشارجه والمناطق الوسطى والشرقيه والحمريه لايام الشارقه التراثيه. شكرا. مشكورين على تحت الورطه. شكرا. الله يكرمك. كل التوفيق لكم. التوفيق لكم. والحين بنروح لليوم الثاني على التوالي لبروفات الملتقى الفجيره. نعم. الاول للعود 2019. اكيد مازال الحدث الكبير اللي حدث الاماره الكبير ان شاء الله اللي راح يكون يوم الجمعه برعايه سيدي ولي العهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيره. هذا الحدث الكبير، هذا الحدث الضخم اللي راح يكون يوم الجمعه، بروفات مستمره والحدث إن شاء الله. يعني الحفل يوم الجمعه والسبت. نعم الحدث يوم الجمعة ويوم السبت والبروفات مستمرة يا مروة. أكيد. والدعوة مشاهدينا عامة لكل اللي حاب يروح ويزور الملتقى العود الأول، أكيد الدولي الأول، ملتقى العود الأول. أوكي خلينا نشوف البروفات هذه وياكم ونرجع لكم. يلا بدأت تعليم العود بشكل فردي، وكنت أتعلم يعني لحالي عن طريق يعني اجتهاد فردي، ولكن تعليم الأكاديمي بدأته في أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة على يد الأستاذ علي عبيد، وفعلا يعني ساعدني جدا هذا الموضوع لأنه غير لي طريقة العزف والتكنيك الموجودة، طبعا تعليم النوتات وطريقة قراءة النوتات جدا يعني ساعدني في تحسين طريقة العزف، وإن شاء الله يعني الحمد لله الحين صارنا 3 شهور، يعني تطور كبير صار بين الطريقة القديمة وكيف يعني تغير الحين طريقة العزف، فلا إن شاء الله بتمنى إنه يكون للأمام شيء أكثر وأكثر. يعني الملتقى يعني بعتبره حدث كتير كبير، لأنه يعني ملتقيات اللي صارت في غير بلدان ما كانت بنفس الطريقة، خصوصا أنه الناس اللي موجودة في الملتقى أول شيء عدد كبير وكلهم عازفين عود، ولكن كل واحد كان يعزف لحاله، يعني هي للمرة الأولى من عدة بلدان عربية بيلتقوا مع بعضهم وبيعزفوا كمجموعة وبيطلع الصوت كأنه عود واحد اللي يعزف، ففعلا شيء جدا جميل وتحدي كبير يعني لمثل هذا الملتقى. دعوني على الملتقى وقبلت الدعوة، أنا عايش هون من 15 سنة تقريبا بدولة الإمارات وبعزف عود من وقت كان عمري 9 سنين، يعني تقريبا شيء 30 سنة عود، ودرست معهد عالي، درست معهد عربي بحلب وخريج طبعا أنا معهد عربي، وطبعا الملتقى كان كتير جميل أنك تندعي على ملتقى مثل هذا الملتقى، هو اسمه ملتقى حتى نلتقي مع عازفين العود من دول عربية يعني تانية،
كان كتير منيح إنه نحن نتعرف على عليهم يعني أكثر، نشوفهم، نقعد معهم، نتبادل الحديث الثقافي على العود، على الموسيقى بشكل عام. يعني كان التنظيم كتير رائع. وطبعا بتشكر أنا أستاذ علي عبيد مدير الأكاديمية، وبتشكر كل القائمين على العمل، وطبعا هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام. كان كتير كتير مرتب يعني بصراحة. يعني أكيد كل التوفيق لهم في ملتقى الدولي للفجيرة الأول للعود، والحين بروح لاستبانة الإلكترونية. أشكرك عبد العزيز، أتمنى تكون حاضر ويا الحضور أكيد وتشجعنا كلنا إن شاء الله. والحين بروح لاستبانة الإلكترونية بيانات شبابية سعادة وإيجابية طبعا، واللي أطلقها مجلس الشباب بالقيادة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية. بنتعرف أكثر عن هذه الاستبانة مع ضيفنا في الاستوديو سعادة النقيب حميد آل علي، رئيس مجلس الشباب في القيادة العامة للدفاع المدني وزارة الداخلية. مساء النور وسرور عليك. مسي عليكم بالخير، ومسي على كل الأخوان اللي يشاهدون تلفزيون الفجيرة. لو الله يخليك، لو تعطينا نبذة عن مجلس الشباب في القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية. صحيح، طبعا مجلس الشباب في القيادة العامة للدفاع المدني أحد المجالس التابعة لقطاعات الموجودة في وزارة الداخلية، وهي تم استحداثها بناء على مستهدفات وزارة الداخلية في تمكين وتأهيل الشباب في مختلف القطاعات في وزارة الداخلية. نعم، خبرنا عن فكرة طرح مجلس الشباب في القيادة العامة للدفاع المدني. طبعا الفكرة جاءت بناء على تعليمات سعادة اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بضرورة العمل على تأهيل العناصر الشابة في قطاع الدفاع المدني، والعمل مع شركاء داخل الوزارة الداخلية أو بالخارج، سواء كان قسم المجالس في المؤسسة الاتحادية للشباب أو الجهات المحلية. المجلس يعني عبارة عن الموظفين اللي موجودين في وزارة الداخلية في أو في القيادة العامة للدفاع المدني، هم من منسوبين القيادة العامة للدفاع المدني من منسوبين طبعا الشباب. المجلس يتكون من 20 عضو. نعم. في عناصر نسائية وعناصر من فئة الذكور، والعناصر هذه فقط في قطاع الدفاع المدني. لأن نحن نستهدف الشرائح لأعمارها من 35 سنة فما دون من فئات الشباب بمختلف الذكور أو إناث. يعني فهم بس العاملين في قطاع الدفاع المدني. اللي 35 سنة يعني بعد الشباب. بعد الشباب ما شاء الله عليك. بعد. ما شاء الله علينا. بعيد علي على 35. ما شاء الله علينا. ما عديتي 35. لا والله. أوكي. لو تعطينا نبذة عن فريق الاستبانة الإلكترونية. طبعا فريق الاستبانة الإلكترونية تم تشكيل فريق خاص للاستبانة الإلكترونية. الفريق هذا يتكون من ممثلي الإدارات الإقليمية، على اعتبار أن اليوم في القطاع عندنا 7 إدارات إقليمية: أبوظبي ودبي والشارجة وعمان وملقيوين الفجيرة ورأس الخيمة. فكل عضو هو مسؤول عن عملية تعميم مفاهيم ومحتويات الاستبانة على جميع الفئات الشابة في الإدارة اللي يمثلها. نعم، خبرنا عن محتوى الاستبانة. طبعا تم تقسيم الاستبانة حسب المستهدفات اللي نتأمل أن نخرج فيها بعد الاستبانة. فراح نشوف فيها جانب يتركز على موضوع السعادة، سعادة الموظف في العمل، جانب على الأحمال الوظيفية للموظف، وفي جانب التطوع والمشاركات المجتمعية، على اعتبار أن اليوم نحن كمجلس شباب في الدفاع المدني نتبع سياسة قسم المجالس التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب. لو يعني الهدف الرئيسي من الاستبانة الإلكترونية، لو ممكن تشرح لنا أكثر عن الهدف الرئيسي اللي أنتوا تبون تسعون له وتوصلون له. طبعا مجلس الشباب عقد عصف ذهني بعد تشكيله بأسبوع، وأحد التحديات اللي كانت تواجهنا معرفة المفاهيم ومعرفة المستوى الثقافي بمفاهيم الشباب. نعم. والاستراتيجيات وتوجه الدولة للشباب. نعم. فأحد الأدوات اللي استخدمناها كانت اللقاءات المباشرة، والأداة الثانية كانت الاستبانة الإلكترونية. فالاستبانة الإلكترونية الهدف الرئيسي أن توضح لنا كمجلس الوضع الحالي للفئات الشابة، شو تركيزهم، الوضعيات، الفئات الشابة اللي موجودة في المجتمع أو اللي في فقط في القطاع. فقط لأن نحن كمجلس الشباب في الدفاع المدني تختصون فقط بموظفين موظفين من فئات الشباب في القيادة العامة للدفاع المدني. تمام. نعم، شو أهمية إطلاق الاستبانة الإلكترونية؟ خبرنا أكثر عن هذا الموضوع. طبعا الأهمية الأولى أن نحن نشتغل على مبادرات
وعلى مشاريع تستهدف الفئات الشابة. على سبيل المثال تم إطلاق مبادرة استبقنا نحن النتائج باسم سوالفنا مع القائد. هذه المبادرة كانت تستهدف أن تقريب وجهات النظر بين متخذي القرار أو الفئات الصف الأول في الإدارات مع الفئات الشابة. فشفنا أن أحد الإجابات أن في نوع من التحدي في إيصال أفكار الشباب لمتخذ، سواء كان ممكن إحراج أو الثقافة اللي كانت موجودة. فاجتهدنا وعملنا مبادرة بناء على الإجابة أو البيانات اللي كانت متوفرة مع بيانات أخرى على سبيل المثال التطوع أو السعادة أو الفعاليات الاجتماعية. كيف لو نروح بشكل عام دوما شو تشوف أهمية المجالس الشباب في جميع المؤسسات الحكومية والدوائر المختلفة؟ الأهمية وين أهميتها المجالس هذه؟ طبعا أهميتها أن تكون أول شيء حلقة وصل بين مستهدفات دولة الإمارات والمعني بالمستهدفات قسم المجالس في المؤسسة الاتحادية للشباب مع العناصر الشابة في العمل. باعتبار اليوم فئات الشباب ممكن تحصلهم في عديد من الوظائف، ممكن يكونها ميداني، ممكن يكون مكتبي، ممكن يكون عسكري، مدني. فالمجالس هذه اللي متكونة في المؤسسات هذه توصل الفكرة هذه وتعمل على تأهيل وتمكين الشباب، وبالتالي مستهدف دولة الإمارات العالمي أو في معايير تنافسية العالمية راح يكون أقوى، وكلنا نشتغل على هدف واحد اللي هو تأهيل الشباب وشغل المناصب القيادية في دولة الإمارات. خبرنا عن مبادرات مجلس الشباب في القيادة. طبعا نحن مجلسنا في شهر يناير 2019 ممكن يكون مجلس جديد، لكن والله الحمد أطلقنا عدد من المبادرات. أحد المبادرات نحن أطلقناها مبادرة شباب التسامح، وهي كانت عبارة عن زرع 71 شجرة غاف في مختلف مقرات العمل للدفاع المدني. فشفنا أنه ممكن مركز خدمات متعاملين وممكن مركز أصحاب الهمم، فأشركنا شرائح المجتمع في زرع شجرة الغاف مع عدد المبادرات اللي نحن ارتئينا أن ما نطلقها حاليا لين ما ننتهي من الاستبانة في نهاية أبريل 2019. ممتاز. دور الشباب مهم في جميع القطاعات وفي جميع المؤسسات. هذا الشيء ما نختلف عليه، والشباب هم احنا نسميها العجلة اللي راح أو الأداة اللي راح تدير العجلة في المستقبل. صحيح. إذا ما كانت في الحاضر. بيانات سوري تفضل. سلام تفضل. بيانات شبابية سعادة وإيجابية، ليش اخترتوا هذا الاسم؟ علشان يحافظون على إيجابيتهم ولا علشان تحفزون السعادة والإيجابية عند الشباب؟ نحن أسعد دولة، فدائما كل المبادرات اللي نعمل عليها تعكس توجهات الدولة. فموضوع السعادة هذا شيء احنا نسميه ما نقدر اليوم نحن نشتري سعادة، لكن نحن نقدر نحن نفندها في الشخص من خلال السلوكيات احنا نسميه توفير بيئة عمل مناسب لجميع شرائح فئات الشباب اللي تعمل قطاع الدفاع المدني. ونحن هدفنا في الدفاع المدني أن يكون موظف سعيد وإيجابي، هو هدف في وزارة الداخلية وأحد المستهدفات من سيدي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اللي دائما هدفه الرئيسي تمكين وتأهيل الشباب. عبد العزيز، يوم يكون الموظف سعيد ومبتسم وإيجابي أحس ينتقل هذا الشيء للآخرين، صحيح؟ صحيح. أنا أحس بيئة العمل لو لما يكون فيها السعادة موجودة والموظف يدخل سعيد يكون في إنتاجية أكثر، وهذا أحد اللي احنا نسميها المكتسبات اللي نحن مركزين عليها من خلال الاستبانة. أن اليوم ما نتكلم النظام البيروقراطي، لا، اليوم نحن النظام أن كلمة الشاب لازم تكون مسموعة، على اعتبار أن اليوم الشاب عنده إمكانيات وطاقات لازم تستغل. فهذه أحد الأشياء اللي نحن كقيادة عامة الدفاع المدني ومجلس الشباب نركز عليها دائما في كل المبادرات والأعمال اللي نقوم فيها. صح. سعادة النقيب حميد، أن حتى اليوم نحن نشوف المناصب القيادية الشباب موجودين فيها، لكن اللي يميز المجلس هذا على أنه كامل بالكامل من الشباب، من الرئيس حتى الأعضاء. فهي يعني مجلس مكون من الشباب، أفكار الشباب، وكيف ما قلت أن هاي الأفكار وهاي الرسالة اللي يبون يوصلونها توصل بكل سهولة للقيادة العليا اللي موجودة. وواحد الأشياء اللي ركزنا فيها لما شكلنا المجلس أن تنوع الاختصاصات. اليوم أنا ما يهمني أن العدد، يهمني دائما الكيف أو الجودة في العمل. نعم. فاليوم المجلس نحن في مجلس القيادة العام للدفاع المدني راح نشوف فيه المهندس وفيه الضابط وفيه الفرد
وفي المدني وفي العنصر النسائي، هذه العينة كاملة راح توفر لك بالنهاية مستخلص أو مستخرج إيجابي جدا تقدر أنت تشتغل عليه، وهي عينة. اليوم نحن والله الحمد وسعنا المجلس إلى فرق عمل للشباب. نعم. اليوم في المجلس 20 عضو، لكن عندي ما يقارب 30 إلى 40 عضو في كل إدارة فقط يعمل على إيصال مفاهيم ومبادرات مجلس الشباب إلى كل شاب في قطاع الدفاع المدني. ممتاز. جميل. الأعمار اللي أكثر الأعمار اللي شعرتوا إنها مشاركة وياكم منه؟ أكثر الأعمار هي دائما نحن بين وبين تقريبا الأغلب مشارك، لكن ممكن أقول إنه دائما اللي من تقريبا ممكن نقول في العشرينات هو ممكن. ليش؟ لأن نحن دائما نقول الشخص اللي عنده خبرة أكثر يكون شوي صعب مقاوم للتغيير احنا نسميه. نعم. فالشخص اللي اقل خبره ممكن يكون هاي النقطه لازم نركز عليها. يعني تقصد اللي عنده خبره صعب انه يتغير او مش يغير؟ مش انه صعب، احنا نسميه انه اليوم انت راس يابس التغيير. ما اقول راس يابس، لا يعطيك راس يابس. اصعب في التغيير، لكن الشخص الجديد اللي ما عنده خبرات كثيره، اللي ما عنده تجارب كثيره، ممكن انت لما تجيب له تجربه ممكن يشارك فيها. لكن الشخص اللي سبق وانه خاض تجارب كثيره وانت تطلب له تجربه سبق انه خاضها لكن نتيجته كانت سلبيه، صعب انك تغيرها بسرعه. لكن حتى احيانا لما يكون مثلا في زمن قياسي او في عمر قياسي وصل لخبرات عديده وحقق انجازات كثيره، هي تكون اضافه بعد كبيره بشكل عام. اكيد اكيد نحن ما نقلل في الاعمار الثانيه، لكن اجابه للسؤال لان سؤال على فكره حتى ولو شخص عنده خبره إذا كان عقب 21 يوم تقدر تغير عادة في الشخص. صحيح. يعني إذا كان شخص سلبي من الممكن أنه يصبح إيجابي بعد 21 يوم على عادة الابتسامة، فابتسموا 21 يوم مشاهدين علشان تتعودون على الإيجابية والابتسامة. ونحن في المجلس للتمكين العنصر هذا أغلب القرارات نشرككم فيها. جميل. مش فقط أعضاء المجلس، حتى الشاب اللي في آخر منطقة في اختصاصنا ممكن يشارك في اتخاذ القرار. جميل. فما عندنا مسألة أن القرار للرئيس، حتى في المجلس لما نجتمع راح نلاحظ أن اجتماعاتنا في مخيم أو في أحد الكافيهات جو ودي ما فيه خارج عن جو العمل وجو العمل. على فكرة أحس هذا الشيء في ذكاء فظيع، أن الشخص كلهم قياديين وليس في أن شخص قيادي اللي هو المدير والبقية أنهم غير قياديين، أن الكل قيادي ويقدر يكون أنه صاحب قرار، فتحس أن تعطونا شوي يعني تحطون على عاتقه شوية مسؤولية أكبر. صحيح؟ نعم. ونحن حاليا أحد المبادرات راح تكون أن المناصب في الوحدات التنظيمية أن نكثر فيها العناصر الشابة. نعم. على اعتبار اليوم نحن عندنا والله الحمد وزراء من الشباب، فما يمنع أن يكون صح. الوحدات التنظيمية وزارة خاصة حاجة. للشباب بعد. نعم. ووزيرة شابة، أصغر وزيرة شابة في العالم. معالي شمس بنت سلمة. بخصوص الخبرة، في مرة صار لي موقف يقول لي شخص يعني ينصحني، قلت له لا تخاف أنا خبرتي في المجال شهرين. فما في خوف يعني. على فكرة كل يوم يعني سنة، فشهرين يعني ما شاء الله عليك ما ينخاف. يعني ما ينخاف. لا ما ينخاف. راسي مو بيابس. مو بيابس. بعدين الشاب الإماراتي والله الحمد. في شغف للتعليم وفي شغف للمبادرة بشكل كبير، فضل القيادة والإمكانيات اللي وفروها. نعم نعم. ونحن والدعم من أيضا، ونحن من منبر هذا نشكر المؤسسة الاتحادية للشباب وقسم مجالس الشباب على اعتبار أن أعمال تطوعية لكن يخدمون أكثر من ممكن 70 مجلس شبابي في دولة الإمارات. ونحن من هذا المنبر نشكرك سعادة النقيب حميد آل علي رئيس مجلس الشباب في القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية. شكرا لك. مشكورين ويعطيكم العافية، وإن شاء الله دائما تكونون شباب. كل التوفيق لكم. مشكورين. مشاهدينا بنروح فاصل سريع ورادي لكم، خلكم ويانا. حياكم الله ورجعنا لكم بعد هذا الفاصل السريع جدا. سريع. شو عدنا الحين؟ بلدية أبوظبي. بلدية أبوظبي تدعو العاملين في قطاع البناء والإنشاء في إمارة أبوظبي للتسجيل في نظام قيد المهندسين الجديد، وراح نعرف تفاصيل أكثر عن هذا الحدث. معنا الأستاذ سيد إبراهيم الهاشمي مدير إدارة التصنيف وقيد المهن في بلدية مدينة أبوظبي. مساء النور والسرور. مساء الورد اخوي، والله رحبكم على فضلي وشكرا. يا هلا فيك. نورتنا. يا هلا فيك. يا هلا. لو كلمتنا عن تسجيل العاملين في قطاع البناء والانشاء في نظام قيد المهندسين الجديد. نعم. في اطار اهتمام دائره التخطيط العمراني والبلديات بإمارة ابو ظبي بقطاع البناء والانشاء والسعي المستمر الى تطوير الانظمه المعتمده في هذا القطاع الحيوي، تم اصدار نظام تعليمات قيد المهندسين بموجب القرارات
الإدارية بالتعاون مع المعنيين في القطاع العام والخاص من خلال عقد ورش عمل والاطلاع على أفضل الممارسات المهنية في هذا المجال بما يضمن رفع مستوى الجودة في التصميم والإشراف على تنفيذ المباني. أستاذ إبراهيم نعم. وترتكز منظومة مداولة المهن الهندسية على مجموعة من المعايير والإشرافات المهنية لتنظيم ممارسة المهنة الهندسية في الإمارة من خلال توثيق البيانات المهنية والخبرات الخاصة بالمهندسين في قاعدة بيانات موحدة بحيث تهدف إلى التأكد من كفاءة المهندسين وبناء المهارات المهنية التخصصية وأيضا ضمان تخصيص أو تحقيق المنافسة العادلة بين العاملين في المهن الهندسية. نعم أستاذ إبراهيم، خبرنا عن شروط هذا النظام. اشتراطات النظام قيد المهندسين الجديد هي تقديم بطاقة هوية ثابتة المفعول بالإضافة إلى توفير شهادة البكالوريوس في الهندسة أو ما يعادلها. نعم. مع مراعاة إرفاق معادلة للشهادة العلمية صادرة من خارج الدولة من الجهات المعنية على أن تكون جميع المستندات الصادرة من خارج الدولة موثقة من الجهات الرسمية بالإضافة إلى توثيق الخبرات العملية من وزارة الموارد البشرية والتوطين. أي كلمة أخيرة حاب توجهها من هذا البرنامج؟ من خلال منبركم ندعو جميع المهندسين العاملين في قطاع بناء وإنشاء في إمارة أبوظبي إلى التسجيل في نظام قيد المهندسين الجديد من خلال المنصة الرقمية الذكية سمارت هاب للحصول على البطاقات التي ستحولهم التعامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما فيها بلدات الإمارة، إذ يتعين على شركات المقاولات ومكاتب الاستشارية الهندسية إرفاق نسخ إلكترونية من بطاقات قيد المهندسين لجميع التعاملات الخاصة بقطاع البناء والإنشاء. كما نؤكد على أن المهندس المصمم يتم إظهار بطاقته على المخططات الهندسية بحسب تخصصه ويكون مسؤول عن هذه المخططات بشكل موثق وواضح. ممتاز. شكرا لك سعادة السيد إبراهيم الهاشمي مدير إدارة التصنيف وقيادة المهن في بلدية مدينة أبوظبي، شكرا لك. العفو. شكرا لك. شكرا لك عبد العزيز. بنروح لإمارة الشارقة، تعرف شو كان فيها؟ طبعا في شارقة الثقافة وشارقة عاصمة الثقافة تعتبر هي. ونروح نشوف فيها مهرجان الشارقة القرائي للطفل في دورتها 11. نعم، تحت شعار استكشف المعرفة وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبتوجيهات من قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة. خلونا نشوف فيها بعض هذا التقرير. مهرجان الشارقة القرائي هو تجسيد لمعنى الثقافة والحضارة الإنسانية. هذا المهد الذي وضعه صاحب السمو حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي هو الإبداع الإنساني وهو الحضارة والالتقاء بين الحضارات. هناك أكثر عن 2500 فعالية ثقافية تشارك بها من 56 دولة من دول العالم، أكثر عن 160 دار نشر تقدم كل ما لديها من إبداع فكري وثقافي يختص بعالم الطفل واليافعين وأدب للطفل. نحن نرى أن هؤلاء الأطفال هم لبنة هذه الدولة وهم المستقبل لأوطانهم من خلال تجسيد الثقافة وتوفير الثقافة. هي الحامي من الأفكار الظلامية وهي البعد الإنساني الذي نركز عليه في دولة الإمارات. هي نقلة نوعية. هؤلاء سنجدهم إن شاء الله في المستقبل كتابا يوقعون كتبهم في معرض أبوظبي للكتاب أو معرض الشارقة دول الكتاب. هو تجسيد لبعد الثقافة الإماراتية، هذه الثقافة التي احتضن جميع شعوب العالم. طبعا بشكل سنوي تشارك هيئة البيئة المحمية الطبيعية بمهرجان الشارقة للطفل القرائي، وتعتبر من أهم المهرجانات المهمة للهيئة. طبعا المشاركة هذه السنة بجناح أحد المراكز التابعة للهيئة وهو مزرعة الأطفال. مزرعة الأطفال عبارة عن موقع يتكلم عن الحيوانات الأليفة، قصصهم، الحيوانات الأليفة بشكل طبيعي يعني الموجودة في المزرعة وشو تفاعلها مع الطفل. هني طبعا نتكلم في حاولنا نوصل صورة كبيرة
توعية تثقيف تعليم للطفل من خلال الفعاليات المصاحبة في المهرجان بوضع معلومة جاذبة للطفل، هي عبارة عن اقرأ تخيل وارسم. وتم طبعا اصدار قصة مكونة من 30 صفحة من اصدارات هيئة البيئة المحمية الطبيعية تتكلم بشكل عام عن المزرعة وحيواناتها. القصة هاي عبارة عن 3 كتب بألوان مختلفة باللون البرتقالي والأخضر وعندك اللون الوردي الغامج. دولة الإمارات حريصة على دعم أبنائها وقطاع صناعة النشر منذ تأسيس الجمعية في عام 2009، وتحرص الشيخ بدور بن سلطان القاسمي إلى أن يصل الناشر الإماراتي للعالمية ويصل بإصدارات وثقافة الإماراتية للعالم وينقل الثقافات الأخرى إلى دولة الإمارات. فمن هنا يأتي دور جمعية الناشرين بالتعاون مع المؤسسات الأخرى بالدولة مثل وزارة الثقافة والمجلس الوطني للإعلام مشكورين في دعم مسيرة الجمعية في أن يكون للناشر الإماراتي بصمة ثقافية تمثل ثقافة دولة الإمارات وينقلها للعالم، وأيضا ينقل ثقافات العالم إلى دولة الإمارات. نعم، شارقة الثقافة وهي الحاضنة الأولى للثقافة فعلا. يا مروة، مروة نعم. شو رايك في الكورة؟ تلعبين كورة؟ أنا ما أحب الكورة وما أتابع الكورة، وأغلبية البنات اللي تابعوني نفس الشيء. لا بس لا. أنا مسوي لك أوفر حلو ومعنا ضيوفنا راح نتكلم عن بطولة الشرق الرمضانية في خورفكان في نسختها 13 يا مروة. نعم. وتقام في ملاعب الشرق بخورفكان خلال شهر رمضان المبارك، وهي يعني البطولة اللي ما شاء الله لها صدى كبير في المنطقة الشرقية ومن البطولات اللي ما زالت مستمرة، يعني بدأت أغلب البطولات تتوقف، لا بطولة الشرق من 13 سنة مستمرة ولها جماهيرية كبيرة. والحين نحن لازم نسوي لك واسطة عشان نشاركين وياهم، بس خلينا نرحب بضيوفنا في الاستوديو، الأستاذ سليمان علي النقبي رئيس اللجنة العليا لبطولات الشرق. مرحبا، أهلا وسهلا فيك. والأستاذ محمد ماجد الحمادي رئيس لجنة بطولة الشرق الرمضانية. أهلا فيك. كيف الأمور إن شاء الله؟ الحمد لله. أستاذ سليمان وأستاذ محمد، إذا بتاخذوني أيام مع الكور بروح الملعب. أنا قلت لك في إمكانية. في مكان. إيه بس ورا عند الشارع. يعني إذا معاكم عبد العزيز أوكي بروح. لا مو مشكلة، بس أوكي. عزيز عبد العزيز بعد هو بيكون رأس حربة في البطولة. شو بيسوي عبد العزيز؟ رأس حربة يعني. لا صبر أستاذ، ممكن شو يعني رأس حربة؟ على فكرة أنت مذيع وأنا مذيعة، لا توجه الأسئلة، الضيوف بنسألهم اليوم. كملوا بعد بعض. أستاذ سليمان خلينا نبدأ عندك، نبدأ عن بطولة شرق رمضانية في خورفكان. طبعا هي بطولة غنية، لكن إحنا نوجه رسالة يعني غنية عن التعريف، لكن هي رسالة للجمهور. أعطيهم نبدأ عن البطولة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية نشكرك أستاذ عبد العزيز أستاذ مروة على برنامج 7-7 بالاستضافة هذه الكريمة. طبعا ما في شيء، الاستمرارية عندنا والبداية لازم تكون صعبة والاستمرارية تكون أصعب. طبعا فكرة البداية لبطولة الشرق هي كانت مجلس جلسة شباب عندنا، كان في مكان يعني في منطقة شرق القديمة التراثية الحالية اللي بيزورها واللي يعرفها هني أصل يعني المنطقة هذه التراثية في خورفكان. فكانت على جلسة في مطعم نتجمع شباب سوالف من الدردشة، استوى عندنا نوع من التحدي وفل. كان قبل رمضان هاي بسنة 2007 احنا نتكلم 2007 أول بطولة. استوى نوع من التحدي بيننا احنا اللي موجودين يعني. فقالوا نسوي ملعب وخلنا نتحدى في الملعب في رمضان. ملعب رملي كان ملعب رملي. ملعب رملي. ملعب رملي. والملعب الرملي يحرق سعرات حرارية أكثر من الملعب العادي. الحين تتحفنا بالمعلومات في السعرات الحرارية. لما سألناش على رأس حربة ما عرفت. هو هاي رأس الحربة هو اللي يحرق أكثر. واللي يبقى كبر بعد يحرق أكثر. إذا تبين يعني تحرق أكثر. نخليها معلق. في مجال معلق بعد يحرق زيادة وتنفع إن شاء الله. ليش لا؟ مجال في مجال. أنصر النساء. نخلي لهم دور. عندنا إحنا شو اسمه مبادرات في شو اسمه الخدمة الاجتماعية. الحريم الكبير كبار في السن تجمعات بس هي مو كبيرة في تجمعات السن. لا صغيرة في السن شيء ثاني عن تجمعات. تزعل لما تقول هي كبيرة في السن. لا لا ليش كبيرة 29 سنة كبيرة تجمعات فيه نعم. تجمعات كبار في السن عندنا خدمة اجتماعية ممتاز. في يعني خدمات ثانية تقدم للجمهور غير الجمهور غير. أهم شيء نلمهم عندنا خدمات المجتمع فعاليات نعم. كيف كافة يعني فعاليات لكافة أفراد المجتمع. عزيزي خلونا نتكلم عن شعار البطولة في نسخة 13. طبعا شعار البطولة في نسخة 13 يا في عام التسامح، وكان من وقت قصير قبل أسبوع افتتاحات الشيخ سلطان
نعم. الله يطول بعمره. آمين. الأماكن الأثرية والحصن والمتحف، فبيكون إن شاء الله على شكرا سلطان. شكرا سلطان. شعار بطولة 2013 طبعا. هذه الدورة 13 صحيح؟ نعم. يعني 13 سنة أنتم موجودين، ليش سبب إطلاق هذا الشيء كل سنة يعني سنويا؟ إحنا كل سنة عندنا اسم، عندنا عام زايد، كل سنة شعار. شعار كل سنة، عام ضمير الاتحاد وكل هذا موجود الحمد لله. وعندنا نعم. بعد بطولة نفسها تكون في بطولة صغار. بطولة شنو؟ صغار السن. بطولة صغار السن. يعني صغار السن من أي أعمار؟ هذا نحدده من 2004 ولين 2000 يعني تقريبا حسب المواليد طبعا. نعم. قسمهم مقسمة هي. مقسمة. زين أستاذ محمد، خلنا نسألك القصة، البطولة حلوة أنكم كنتوا قاعدين وقلتوا لازم نحن نتحدى في الملعب وبدت. لا إحنا كنا نلعب كورة، كنا نلعب كورة تقريبا 25 شخص على البحر. نعم. كل ما يستوي 30 يكبر الملعب على رملة البحر. هي نعم. من هالثلاثين جمعنا الشباب، ها نسوي بطولة. كيف سدت البطولة؟ كنا شباب ياسين وصلنا شباب اللي بيسجل من لعبة لعيبة البحر عندنا هناك 50 شخص تقريبا. نعم. حط اسمه. حلو. اللي يعرف كورة واللي ما يعرف كورة حط سجل. وحطينا سبع كرات. قال نقطة حلوة، اللي يعرف كورة واللي ما يعرف كورة. هنا في هدف وفي أهمية لهاي البطولة، الشباب يجتمعون، لو تعطيني الهدف وأهمية هاي البطولة. تجمع الشباب. تجمع الشباب عندنا يكونوا موجودين، هم موجودين، هم مؤسسين وكلهم موجودين ويانا يعني. ما شاء الله ممتاز. خبرنا عن معايير اللي يتم من خلالها اختيار الفرق المشاركة في الملعب. طبعا حاب يجاوب اول شيء عادي، مو تفضل. تبين محمد مو مشكلة. هو بيكون طبعا هو رئيس لجنة كل البطولات اللي تقوم في شرق رمضانية. طبعا مثل ما قلنا البداية على اساس انه كان نوع من التحدي، فكان اللي بيسجل وهذا النوع كان على اساس انه قرعة. نعم. نحط الاسامي، انت كابتن فتختار الاسامي، كان نوع من الصندوق، وانت تختار اسامي لعيبتك بالقرعه. القرعه هاي في النسخه الماضيه، هذه اول سنة. اول سنة. بس الحين لا، الحين كل واحد له فريق. اختلف الوضع. فاستمرت عندنا نظام 3 سنوات. بعدين شفنا الحضور ما شاء الله الجماهيري اللي ما كنا نتوقعه، والكل كان يتكلم عن البطوله، فلازم تبى تطورها. اجتمعنا مع الشباب، بالعكس هني صار الرسم ان البطوله لازم تستمر، ولازم نوضع لها اهداف مثل ما قلت، اللي هو تجمع الاهالي في المنطقه وخاصه في رمضان. نعم. فتطورت البطوله ونظام الاختيار الفرق، واستوى على اساس معايير عالم، معايير الكره العالميه طبعا، استوت قوانين وقوانين محدده. حاليا عندنا حتى اللاعبين المواطنين ولاعبين محترفين. انت بكيفك تبى تجيب محترف من البرازيل؟ انا ما يخصني. تبى تجيب ميسي؟ ما عندنا مشكله. يا سلام. هي فانت بنوع التعاقد مالك. كانت اهم، هي كانت اهم، كانت اهم شيء كان من اهل الخور. كنا اول بدايه اهل الخور، بعدين تطور استوى فيه محترفين وكذا. نعم. النسخه الماضيه كان فيها اظني لعيبه معتزلين، يعني لعيبه. نعم. كانوا مونديالين يونا ما شاء الله. لاني انا حضرت في مره وشفت لعيبه كانوا يعني ما شاء الله، لعيبه كانوا محترفين او كانوا يلعبوا في انديه الدوري الدرجه الاولى. صحيح. سابقا وشفناهم في بعض الفرق اللي كانت مشاركه في البطوله. هاي عبد العزيز مثل ما قال محمد، عندنا بطوله يسمونها بطوله النخبه، كل سنة في نفس الوقت. نعم. وقت الإيقافات يعني ما بين المجموعات وهذه، نسوي بطولة نخبة الكبار، احنا نسميهم مش كبار السن، من 40 وفوق. 40 وفوق. من ضمنهم المعتزلين، بتحصل لاعبين أندية. وبرنامج يمكن انت اللي شفته، على اساس نسوي برنامج في النهائي يستضيف لاعبين منتخب الوطني جيل 90 احنا نقول عنه، ولاعبين من فريق نادي الخليج، مسمى الخليج سابقا، حاليا نادي خليج فركان. وعندنا بعد اختراق ضاحيه قربت على الصعود، وعندنا اختراق ضاحيه بعد. بعد نعم. اختراق ضاحيه مسوين بنفس البطوله في نص رمضان، عندنا بعد اختراق ضاحيه. اختراق نشارك الناس. حلو الكبار. حلو حلو الفعاليات هذه والبطوله هاي. يعني انا حتى كيف ما ذكرت ان البطوله هاي لها شعبيه خاصه في المنطقه الشرقيه. نعم. يعني الناس اللي موجوده في الفجيره، في تشلبه، في دبا، البطوله هاي ما شاء الله لانها مستمره ولها شعبيه كبيره، ف مسيطرة على جميع البطولات الموجودة. الحمد لله. بس المفروض أنا أعرف كيفية الاشتراك، كيف يشتركون الشباب؟ هي ناوية تسوي فريق وتدخل الفريق يعني؟ هي رسالة تحذيرية لكل الفرق اللي مشاركة في النسخة هذه، مروة بداخل الفريق. فريق قوي. شوف الحفاظ على الاستمرارية هاي نقطة رئيسية عندنا. نعم. لحد الحين الفرق وصلنا للفرق عدد 16 فريق. صحيح. كل فريق عنده كابتن، من الكابتن
اللي كانوا جالسين في أول سنة قبل أول سنة في التحدي يعني. هو يشكل فريقه هذا خاص لبطولة. لو نعرف أن رمضان ولعب الحواري أو الحارات تجمع الأهالي في المنطقة إحنا مركزين عليها وايد يعني أهالي المنطقة نفسها نعم. لكن إذا تبين اشتراك كفريق تجيبين بنفسك وتكون فريق عندنا بطولة يسمونها البطولة الشتوية إنزين في هذه تقام في فصل الشتاء في الدورة الشرق الشتوية هنا نعم. الحين في الدورة 13 أقدر أنا أيو أسوي أن أنا اللي رئيسة الفريق لا هذه في البطولة الشتوية لا كنت بجمع على فكرة كنت بجمع مذيعات الفجارة كلهم وبيكم إذا خذيتوني أنا رئيسة الفريق بالعكس أنت بإمكانك ترعين الفريق يعني هذا فريقي أرعاه أوكي يمكن هو اللي يطلع الدوين أساعدهم يعني خلاص بأخذ الكور بشيل الكور بس خلاص وايد عليه وبنخلي بعد عبد العزيز عيلة أنا ما أرضى أنا هيك الكور سامحوني ما أعرف أسوي شيء في الكورة بداية غير هذا بداية اللاعب بداية تشيل حتى لو تشوف بالملاعب الأوروبية صح. بداية اللاعب الصغير يهيب الكورة صح آخر شيء يطلع لك منه ميسي رونالدو نعم. منهم اللعيبة العالميين هاي بس أنا بعد ما اقتنعت إن أنت تبين الكور ما عندي شيء أسويه غير ما اعرف العب يعني كل بطوله مثل هاي لكل بطوله ناجحه في اشخاص وقفوا وساعدوا انها تنجح بطوله شرق ما شاء الله في نسختها 13 وكيف ما اذكر يعني اعيدها للمره يمكن 100 هاي ان البطوله الاولى الرمضانيه شعبيه في المنطقه الشرقيه الاشخاص اللي ساهموا في انجاح هذه البطوله عندنا الابو الروحي لهذه البطوله المرحوم مراد عبد الله مراد الرئيسي ومن بدايه البطوله معانا لحد الان هو عيال قاموا بهالشيء يعني نعم يكون الدعم مالهم الله يرحمه ويغفر عبيد سيف الخميري من ابو ظبي يجينا ما شاء الله ويدعم ما شاء الله اي نعم بعد حاب البطوله يعني هذا الشخص اللي هو سيف عبيد سيف الخميري ومن ابو ظبي خصيصا هي حق هالبطوله ممتاز طبعا الاب الروحي مثل ما قال كان في نسخه حملت اسم المرحوم الله يرحمه صحيح نعم. انا اذكر كانت قبل 3 سنوات بس ما كان في البطوله لان ابنائه ما رضوا ان البطوله تتسمى باسمه فعملنا برنامج في نفس البطوله لمده سنتين برنامج المرحوم راد رئيسي لحفظ القران الكريم لحفظ القران كان في مسمى مثل هذا عندنا بعد عندنا برنامج تحفيظ قران ما شاء الله في البطوله هي نشارك عندنا كرعاه فخريين من لا يشكر الناس لا يشكر الله ما بتقوم البطوله الا على اساس هذه المساهمات الايجابيه الحلوه امثال بعد الاخ سلطان حمادي من مجموعه سلطان احمد الحمادي الاول يعني البطوله اي نعم سعاده احمد الجراح سعاده عبد الله ابراهيم موسى وعائله عبد الله المرحوم عبد الله ابراهيم موسى وابنائه والقائمة تطول طبعا الكابتن بدر صالح اللاعب السابق لنادي الخليج نعم. هو الراعي من بدايات البطولة في أفضل اللاعبين ما شاء الله ممتاز نعم. ما شاء الله تفضل في أي نقطة حاب تضيفها لا والله يعني مستعدين خلاص أسبوعين إن شاء الله ولا 3 أسابيع ونحن داخلين إن شاء الله إن شاء الله الاستعداد موجود 13 سنة ما تكون مستعد هذه خطتك أصلا للاستمرار موعد الملعب وأن تسوون هذا الشيء في وقت رمضان وايد حلو لأن في بعض الأحيان أنه يصيبنا زيادة وزن في رمضان نعم. فأن الحلو أن نقوم بأي جهد بدني علشان ما يزيد وزننا صح؟ شو رأيك أنت في راس الحربة لما يصد الكور؟ يلا بدينا مع عبد العزيز شو رأيك أستاذ سليمان؟ يصد الكورة؟ لا عن موضوع خسارة الوزن خسارة الوزن مثل ما قالت محمد حمادي عندنا برامج في رمضان ومنها الماراثون للكبار وللصغار قاموا يشاركون نعم. أبويا عياله نعم ويشوف عياله وهم يركضون بالعكس كان برامج وايد ممتازة بس قبل ما أنسى نشكر بعد جهة صراحة وايد مهمة وحكومية صح. من وزارة الداخلية لإدارة العامة مكافحة المخدرات الاتحادية أمانة داعم رئيسي ومهم حقنا هذه من نعم. المساهمات الحكومية نعم. نرجع لين الوزن خلص أدنى أوقات فراغ يعني ما بين الأدوار بطولة. الإقصائية خاصة هني تدخل عليها البرامج اللي هي تسبب نقصان الوزن وحرق الدهون صحيح. أكثر وأكثر لا بس كل سمبوسة وغريس مساهمنا بعد في المعاقين شو اسمه دول حاجة دول هم شاركناهم بعد موجودين معنا ما شاء الله ممتاز كافة أفراد المجتمع مشاركين وياكم حتى عليهم كبار في السن أنت ذكرت شيء لأن قال الجيمات موجود محمد ذكر عندنا مال الخدمات الاجتماعية أمهاتنا زيادة وزن هذا اللي ندور عليه موجودين عندك ورا الملعب خلص العب وروح عوض جيمات باجله
نخي شو اللي تباه. بعد اللعب انا بكون من المشاركين بس بيلس عند الامهات اللي بيسوون الجيمات. بس انا قبل هي تختم شو رايك في راس الحربه لما يصد الكوره؟ والله ما اعرف شو هي راس الحربه والله. خلاص احراج. شكرا لكم واستمتعنا وياكم. جزاكم الله خير عبد العزيز والاخت الامه. فاي كلمه خير حاب تضيفين؟ طبعا نشكركم احنا على هذه الاستضافه. نورتونا. وشكر الاهم نعم على راسه. اخر شيء نختم بعد الشركاء والمساهمين الجمهور اللي موجود في الملعب هو رقم واحد في استمراريه البطوله. نعم. واحنا نوعدهم ان شاء الله ان البطوله بتستمر بوجودهم هم. صحيح. ما يعني البطوله وجدت عشان ما تموت عشان صحيح. تستمر مستمره ان شاء الله. وسر النجاح الفريق كامل اللي موجود عندنا باللجنه امانه يمكن انا ومحمد صحيح. ما نقوم بالادوار اللي هم يقومونها الميدانيه يعني فهي اللي ساهمت الحمد لله. الحمد لله. والله يوفقهم ويوفق الجميع. الحمد لله. آمين. موجودين ان شاء الله باذن الله. شكرا لكم. شكرا لك استاذ سليمان علي النقبي رئيس اللجان العليا لبطوله شرق والاستاذ محمد ماجد الحمادي رئيس لجنه بطوله شرق الرمضانيه. شكرا لكم. مشكور. نورتونا. مشكور. والحين نروح لشو اول حلقه شبابيه تقام في المنطقه الشرقيه بعنوان الشباب وقيم التراث اللي استضافتها المجلس البلدي لمدينه خورفكان وبلديه خورفكان بالتعاون مع جامعه الشرق لهذه الحلقه الشبابيه. والحلقات الشبابيه هي احدى مبادرات المؤسسات الاتحاديه للشباب اللي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم. للمزيد خلونا نشوف هذا الفيديو. التراث هو أصل هذه البلاد ونحن سنتكلم عن الأصل وعن ما كان به الزمن الجميل ودورنا ولنقل الأجيال القادمة. حينما نقول التراث يجب أن يكون التراث لولا هذه الحضارة لولا هذا اللسان العربي لما كان لنا. وهذا التراث ما هو إلا جزء فيما بعد. واحنا التراث ما نتعلمه يعني مش تعلم هذا احنا نعلم نفسنا التراث والعادات والتقاليد والسنع الاماراتي. تراثنا اعتقد انه هو شيء اسلوب حياه يعني شيء نعيشه يعني عندنا ذكر في القران خير الوارثين هذا ما الفنا عليه اباءنا يعني سلوك نتجه فيه. رجعنا لكم. طبعا حلو حلو احتفاء بالشباب والتركيز على الشباب ومبادرات الشباب يا مروة. نعم. الحين بنروح لمهرجان دبا التراثي الاول تحت شعار تراثنا تسامح وتبدا هذه الفعاليات المهرجان يوم غد الخميس ان شاء الله واللي هي بتنظيم من جمعيه دبا للثقافه والفنون والمسرح. راح نعرف تفاصيل اكثر معنا هنا في الاستوديو الاستاذ حمد عبد الله ضنحاني رئيس لجنه المسرح في جمعيه دبا للثقافه والفنون والمسرح. اهلا وسهلا. اهلين وسهلين ومشكورين على هذه الاستضافه وهذا الاحتفاء. ودائما برنامج 7 على 7 سباق في تغطيه كافه فعاليات اماره البلد. جزاك الله خير. شكرا. هلا ومرحبا فيك. والاستاذ محمد صالح الكعبي رئيس لجنه التراث في جمعيه دبا للثقافه والفنون والمسرح. اهلا. اهلا وسهلا ومرحبا والحمد لله على الالتقاء. شكرا لك وهذه قناتكم يا اهلا وسهلا. الله يسلمك. لو نبدا معك استاذ حمد ونقول الحديث عن مهرجان دبا للتراث في نسختها الاولى. بسم الله. اولا الحمد لله على هذه المبادرات ودائما الدافعين من شيوخنا الله يحفظهم. هناك رسائل دائما تحثنا على الالتفاف نحو التراث وان هذا ارث لابد ان يكون مستمر وان نحافظ عليه من الزوال. هياتنا توجيهات طال عمرك من قيادتنا الرشيده في اصدار المهرجانات واصدار كافه الفعاليات اللي تخدم التراث ومنها طلع فكره مهرجان دبا التراثي الاول اللي مسويين فيه مسابقات تراثيه في الحرف التراثيه اللي احنا نخاف عليها من الضياع. مثل حرفة صناعة السرود مثل حرفة صناعة الدعن الإماراتي يعني هذه مصطلحات إماراتية بحتة نحافظ عليها من خلال توريثها من جيل إلى جيل. صحيح. راح نرجع نكمل المحاور معاكم على الأستاذ محمد صالح الكعبي لكن عندنا فاصل لازم نروح له ونرجع. تمام. تسمحوا لنا بالفاصل؟ لا المرة راح. مشاهدين الكرام هالمرة فاصل سريع وراجعين لكم مرة ثانية إن شاء الله.
رجعنا لكم من هذا الفاصل ونكمل حوارنا. الحين راح نبدأ مع الأستاذ محمد صالح براشد. أهلا وسهلا. كيف الأحوال والأخبار؟ والله الحمد لله أمور طيبة. مستعدين لباكر إن شاء الله؟ إن شاء الله. شو الهدف من هذا المهرجان؟ اليوم للأسف يعني الجيل الحالي قاعد يفقد نوع من أنواع التراث، المفردات التراثية، ما قاعد يعرفون هويتهم الأصلية. شو دور المهرجان؟ أول مساء عليكم ومساء على قناة الفجيرة في هذا عام التسامح وهذا عام الخير. طبعا إبراز الجمعية نقل الصورة وإلى تراث الحاضر في الماضي. صحيح. حيث قال المرحوم سمو الشيخ زايد: ما ليس له ليس له حاضر ليس له ماضي. من ليس له ماضي ليس له حاضر. نعم. فالجمعية تنقل الصور وتنقل فعاليات الذي عملوها أجدادنا في السابق لتوصل في الجيل الحالي. صحيح. لأن لكي تمكن قدرات الأبناء وتقربهم للأسف الجيل الحالي الحين في أبسط الأمور ما يعرفها وتجمعهم وتجمعهم وتعزز من قدراتهم قدرات الآباء الأجداد الذي سبقونا في الماضي. صحيح. نعم. أنا أبو راشد أنت ما شاء الله عليك ما أحد سبقك يعني أنت من أوائل الجيل يعني. الله يحفظك أبو راشد. يصير كذا أبو راشد. أبو راشد من الناس المعاصرين. لا بعد شباب أبو راشد ما شاء الله. لا 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 كبرت أبو راشد. من الناس اللي روحهم مريحة معانا على طول ما شاء الله. يعني ما شاء الله هو عمره يعني الله يحفظه يعني ما بنقول على هو فوق الستين. أنا لا لا أبو راشد ما يبين أبو راشد. لكن هو من الناس اللي ما مقصرين. ونفس السؤال يعني إجابة. الهدف الرئيسي من إقامة المهرجان هو الحفاظ على الموروث الشعبي لدولة الإمارات من الاندثار. في أشياء محافظين عليها. يعني لو تلاحظ كل مسابقات تراثية أو مهرجانات تراثية مركزة على نوع معين ولون معين فقط. نعم. نعم. ما في اختلاف. أيوة. ولكن مع أن احنا نملك موروث قوي جدا. صحيح. يعني تفاصيلنا دقيقة، تفاصيلنا التراثية دقيقة جدا. نعم. فالهدف من هذا المهرجان الحفاظ على هذه الأشياء الدقيقة من الاندثار وأن نعيد إحيائها مرة ثانية. يعني. أستاذ حمد، المهرجان ليوم واحد أو أنه بيمتد لعدة أيام؟ هو احنا كنا قررنا يوم واحد وذلك لازدحام الفعاليات، ولكن إن شاء الله في السنوات المقبلة راح يكون من عدة أيام إن شاء الله. شو سبب اختياركم لهذا اليوم؟ يعني ليش هو باكر؟ هو 18 أبريل من كل عام. نعم. هو اليوم التراث العالمي، فإحنا قمنا المهرجان بهذا اليوم للاحتفاء بيوم التراث العالمي، منها احتفالية ومنها نقيم مهرجاننا في دورته الأولى إن شاء الله. باكر متى راح تبدأ الفعاليات إن شاء الله؟ يبدأ فعاليات المهرجان إن شاء الله. الفعاليات بتبدأ معنا من الساعة 5 المساء. نعم. إلى الساعة 10، وفعاليات متنوعة من مسابقات تراثية بيشاركوا فينا معانا جميع الجمعيات ذات النفع العام في الدولة. نعم. في مسابقات معينة وورش ومحاضرات، وأيضا بيكون هناك عرض مسرحي لمسرحية النهام. نعم. أستاذ محمد، شو الفعاليات اللي بتقدمونها أيضا؟ الفعاليات متنوعة طبعا، سحل الجريد الخوص وزفانة الدعن وشد الحبل ومسابقة النساء في خوص التدي وايضا الطبخ، مسابقات الطبخ بين الامهات ولا تروحين تروحين على فكره الطبخ. احب الطبخ. انت ليش يعني توجه الاسئله مروه بتروح الطبخ؟ نعم. احنا والله احنا نتشرف. ابو راشد بتشلونها مره؟ يا الله انا احب لعبه شد الحبل من يوم كنت صغيره. لا نباها الطبخ، ما نباها بشد الحبل. الطبخ فيها اشكال وانواع ان شاء الله، بس ما تعرف تطبخها صدقني. الا ما عليه من عدم تعلم. في امهات يعلمون في ورشه، على في ورشه الطبخ. انا بتعلم الجيمات على فكره. الدفاع المدني موجود؟ الدفاع المدني. لحظه، الدفاع المدني والاسعاف لانه ممكن حالات تسقطون بعد. موجودين هم كلنا تكافئ، لكن لا داعي لها شيء. اوكي. نعم. دور الجمعيه في ابراز العادات والتقاليد اللي يتميز بها المجتمع الاماراتي وانت ذكرتها يعني. نعم. كيف ممكن باكر تبرزون هذه التقاليد والعادات اللي موجوده في المجتمع الاماراتي؟ وانت ذكرت انها نقطه حلوه ان هي دقيقه. اليوم اغلب المهرجانات الثقافيه الاخرى ما قاعد تركز على هاي النقاط. لو ركز لي اكثر كيف ممكن احنا نبرز النقاط الدقيقه هذه؟
طبعا دور الجمعية والهدف من إقامة المهرجان هذا هو مشاركة المجتمع بكافة الفعاليات الموجودة في عالمنا الحالي. يعني اليوم بكرة يوم عالمي للتراث، صح. الكل في كل دول العالم يحتفل في التراث وفي موروث الشعبي. احنا بكرة الهدف من اساسا الاختلاط مع المجتمع، فان نجيب المجتمع عندنا في الجمعية ونحاول ان نبرز لهم ابرز الطاقات الموجودة من المواهب، خصوصا اللي لموهبة الشعر، اللي لموهبة الإلقاء والمحاضرات، اللي لا رغبة في التعلم في أشياء التراثية. هناك الشباب من هم لديهم رغبة ولكن ما حصلوا المكان اللي هم يلمهم ويلم رغباتهم. احنا فتحنا المجال غدا إن شاء الله. باكر يعني هي يعني مكان مفتوح للجميع. المكان مفتوح للجميع والدعوة عامة. دعوة عامة وحتى إن الشباب يبرزون ويشوفون العادات والتقاليد الموجودة. ويعني باكر ما يعني لازم نحن كلنا نكون موجودين. طبعاً من هذا المنبر ندعو جميع الناس إنهم يحضروا معنا من إمارة الفجيرة أو من الإمارات الأخرى. نحن نرحب في الجميع. وهناك إن شاء الله فعاليات أيضا قرقعان اللي هو يتزامن النصف من شعبان إن شاء الله. هو يوم السبت بس يوم الناس كلها تحتفل باكر، تحتفل في باكر بعد إن شاء الله من ضمن فعاليات المهرجان. جميل جدا. في أسئلة وأجوبة أيضا وهدايا. وهدايا شو الهدايا عشان نتحمس؟ خلها مخفيا. ها آيفونات، مواتر، سيارات مالية وجوائز عينية. خمسمائة آلاف. ها يقول لك في جوائز مادية وجوائز عينية. إن شاء الله حتى هي الوجود لهذا قيمة كبيرة. صحيح. تروح. شكرا لكم. شكرا للأستاذ حمد عبد الله الضنحاني رئيس لجنة المسرح في جمعية دبل الثقافة والفنون والمسرح. العفو. وشكرا للأستاذ والعم محمد صالح الكعبي رئيس لجنة التراث في جمعية الثقافة في جمعية دبل الثقافة والفنون والمسرح. شكرا لكم. طبعا الجمعية قائمة بدورها. نعم. بكرة حتى بيقدموا مسرحيهم ان شاء الله تعالى. ان شاء الله ان شاء الله. نعم. شكرا شاء لك يا عم ابو راشد. اول قدمت مسرحيه شراء السموم. لا. كانت في القريه. نعم. للاسف الوقت يداهمنا. زابت ولدنا. نعم. وهذه تزيد الماضي والحاضر. نعم ابو راشد الوقت يداهمنا للاسف ما نقدر نكمل. نعم. وياكم. نعم. استمتعنا وياكم. شكرا لكم وشكرا للمشاهدين الكرام وشكرا لزميلتي الجميله والمتالقه دوما مروه. شكرا لك عبد العزيز الزميل الراقي والخلوق ايضا. وايضا مشاهدينا تريونا باكر ان شاء الله الساعه 7 بتوقيت دوله الامارات. في امان الله. نورتونا.